انهم يجدوا صيغه بحيث انه يراعوا وضع الانديه، وعملوا دور تصنيفي، والدور التصنيفي في هذا الوضع مناسب جدا يعني في كل الالعاب الجماعيه بالذات، لانه توقف 8 سنوات يعني يعني وكانك تقول حتى القدم يفترض ان يعمل هكذا. هذا هو الاقرب، لانه هذا الشيء المنصف للجميع. نحن يعني ندعو حتى اتحاد القدم لعدم المكابره، لانه يعني وضع الانديه وهذا الوضع اللي في البلد، الوضع السياسي الامني الاقتصادي، كل الاوضاع تستدعي ان نبدا من نقطه الصفر كما بدانا التصنيف في اول موسم للوحده الامنيه. يعني هذا امر يعني يجب ان نشجع فيه.